السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده هتكلم معاكم فيه عن ازاي تمسك اي عصفورة تعرف هي جواها بيض ولا لا. طيب هرموناتها حلوة؟ العصفورة مظبوطة مثلا تشتغل عندك بسرعة ولا لا؟ طيب العصفورة وحشة ولا حلوة؟ الحاجات دي كلها هتعرفها في اللي انت لازما لو انت مثلا كمربي عصافير لازم تتعلم تجس العصافير او يبقى عندك الحاسه اللي احنا لسه قاعدين عليها اللي هي منظار رحم العصافير، اللي انت تمسك اي عصفوره تعرف كل حاجه عنها في الرحم بتاعها، تعرف في عليها بيضه ولا لا، تعرف طب موسعه ولا لا، تعرف الحاجات دي كلها. بس هقول لك الحاجات دي كلها النهارده، بس قبل ما نبدا من فضلك ادعم اخوك وحب الخير لغيرك واعمل لايك واشتراك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا ببسم الله. بصوا يا جماعه، اول حاجه الموضوع ده هيسهل عليك كتير جدا. يعني مثلا في ناس مثلا دلوقتي واحد جاب جوزين عصافير، جوز اشتغل في نفس الشهر وجوز اشتغل مثلا بعد 5 6 شهور، طيب ايه الفرق ما بين الجوز ده والجوز ده؟ الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده ان النتايه دي والنتايه دي، النتايه اللي اشتغلت بسرعه العظم بتاع الشوك بتاعها واسع والرحم بتاعها معبي بيض وعنقود البيض بتاعها مكتمل وهرموناتها شغاله، فبالتالي النتايه دي اشتغلت بسرعه. طيب النتايه اللي طولت دي بتبقى عامه هرموناتها مش شغاله فمش مجمعه بيض فالشوك بتاعها ضيق. بس الحاجات دي كلها يعني هقول لك النهارده تعرفها ازاي. تمام، بصوا يا جماعه، وبرده حاجه ثانيه حابب اقول لكم عليها، في مثلا الناس بتفتكر ان اللي بيبقى الرك كله او الاهتمام كله في موضوع نجاح تزاوج العصافير الاسترالي بيبقى على الدكر، يعني مثلا تقول لك الدكر ده زايف او مثلا الدكر ده عايز يتجوز وكده، النقطه دي غلط. يعني الرك كله بيبقى على النتايه، ما لو دلوقتي مثلا النتايه مش مجمعه بيض مش هتخلي الدكر يتجوز معاها الا قليل جدا جدا، لما بتشوف فلته كده مثلا تكون نتايه مش مجمعه بس بتخلي الدكر يتجوز معاها بيبقوا بيلعبوا بمعنى صح. تمام، واغلب الموضوع ده بنشوفه في العصافير الصغير. طيب تكتسب ازاي الحاسه بتاعت اللي انت يبقى عندك حاسه منظار رؤيه رحم العصافير؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه بتعملها اللي انت بتجيب العصفوره بتنيمها على ظهرها على ايدك الشمال وبتيجي بايدك اليمين بصباعك ده بتجس العظميتين بتوع الحوض بتاعها او الشوكتين اللي بيبقوا حوالين فتحه الاخراج او فتحه المجمع. لو النتايه دي تمام هرموناتها مش شغاله والنتايه وحشه وهتطول معاك عقبال ما تشتغل وممكن ما تشتغلش اصلا، النتايه دي هتلاقي الشوكتين بتوعها قافلين بشكل قريب قوي من الشوكتين بتوع الدكر، ساعتها النتايه دي تبعد عنها، يعني حاول ما تجيبهاش باي شكل من الاشكال. طيب لو الشوكتين دول واسعين عن بعض مثلا مسافه سنتي ونص او 2 سنتي يعني من الحدود دي اللي انت اصبعك، يعني انت واحده واحده مش عارف اوصفها لك، بس انت واحده واحده لما هتبتدي اللي انت تجس في عصافير هتلاقي نفسك بتفهم وبتعرف. تمام، لو لقيت المسافه مثلا من سنتي ونص لحوالي مثلا تقريبا 2 سنتي ساعتها تشتري النتايه دي وانت مغمض، لان النتايه دي بتكون الحوض بتاعها واسع وفي استعداد ان هي تبيض. طيب ازاي؟ لان هي بيبقى الرحم بتاعها ساعتها بقى انت تعرف ان الرحم بتاعها هرموناتها شغاله والرحم بتاعها عنقود البيض جواه مكتمل، فبالتالي النتايه دي اول ما هتجيبها هتشتغل عندك بسرعه. طيب لو لقيت بقى الشوكتين دولت واسعين عن بعض زي ما احنا لسه قايلين بس في كلكعه كده في وسط الشوكتين، ساعتها تعرف ان النتايه دي يعني جواها بيضه متلقحه هتبيضها خلاص اليومين دول، يعني في نفس الليله او الليله اللي بعدها. النتايه دي بتبقى جميله جدا وممتازه، بس انت لو اشتريتها مثلا من عند تاجر او عند هاوي مثلا ممكن دكر تاني اللي ملقح البيضه ديت، فانت لما هتحطها عندك مع دكر تاني هي كده كده هتخليه بنسبه 90% هتخليه ان هو يتجوز معاها الدكر الجديد اللي انت هتحطه لها، بس البيضه دي غالبا بنسبه 90% هتبيضها على الارض، وممكن مثلا تاني بيضه تبيضها برده على الارض، هتبتدي تبيض في العيش من تالت بيضه مثلا او تاني بيضه. تمام، يعني على القليل قوي مثلا تاني بيضه، على الكتير مثلا ممكن تالت رابع بيضه. تمام، طب هي ليه بتعمل كده؟ ممكن عشان يعني مش ممكن، هو بنسبه كبيره عشان النتايه بتبقى لسه جايه عندك فبتبقى خايفه من العيش مش مأمنه على البيضه بتاعتها فتلاقيها باضتها في الارض، فانت سيب كل حاجه زي ما هي، لو لقيتها باضت في الارض حاول مثلا ان انت تشيلها تحطها تحت نتايه ثانيه عندك تكون بيضه، او احفظها في شويه دنيبه، هات شويه علبه مثلا فيها دنيبه احفظ فيها البيضه دي لمده يوم. تمام، مش هتبوظ، لو يوم مش هتبوظ، واحنا دلوقتي الجو مش وحش. تمام، يعني الجو مش حار. تمام، وسيبها، سيب لها الدنيا زي ما هي، حاول ما تخوفهاش باي شكل من الاشكال. اول ما النتايه تلاقيها باضت عندك البيضه الثانيه او الثالثه في العيش تقوم واخد البيضه دي حاططها لها مثلا، فهتلاقيها وقعدت على كل البيض، فالدنيا هتمشي معاك هتبقى اسهل. فالنوتي دي
اللي احنا قلنا النوتي الموسعه، سواء لقيت جواها الكلكعه بتاعت البيضه اللي هي زي في لغه المربين ما بيقولوا ان دي مطريه، تمام، سواء لقيتها مطريه كده زي ما احنا قلنا او موسعه وما فيهاش بيض، او موسعه قصدي وما جسدتش البيض، فانت في جميع الاحوال ما دام مسافه ما بين الشوكه دي والشوكه دي حوالين فتحه المجمع سنتي ونص ل 2 سنتي، اشتري العصفوره دي وانت مغمض. والله العظيم يعني انا اخوك بسهل عليك الدنيا ومش عايز منك حاجه والله، بس غير دعوه حلوه وتدعمني بلايك واشتراك. الموضوع ده انت كمربي طيور زينة لازم تبقى عندك الحاسه دي، يعني شوف الحاسه دي عند اخواتنا بتوع الحمام، يعني هات اي حد غاوي حمام يمسك اي حمامه هيقول له ان دي مأكله زغاليل مقومه زغاليل، هتقول هيقول لك كل حاجه، يعني الحمامه زي العصفوره قريبين من بعض. فخد من هنا من بتوع الحمام مثلا معلومه وظفها في العصافير اللي عندك، هتلاقي الدنيا مشيت. وخلي بالك الموضوع ده يسهل عليك جدا، يعني انت دلوقتي لو جبت 10 اجواز بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دلوقتي دي، ال 10 اجواز عندك هيشتغلوا تمام باذن الله. طبعا ال 10 اجواز اللي عندك هيشتغلوا مثلا في شهر، تمام، غير لما مثلا تجيب عصافير تقعد عندك بالشهور وتزهق منهم، مثلا تقعد تبدل في نوتي بقى وتروح عند مثلا التاجر يقول لك انا عايز فرق 10 20 جنيه، فانت في غنى الحاجات دي كلها. انت كده انا خلصت الفيديو، اي حد عنده اي سؤال يسيبه في تعليق وانا باذن الله هرد عليه في اقرب وقت. وحب الخير لغيرك وادعم اخوك بلايك واشتراك، وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.